النفسيه ديالي اختي مدمره لاقصى درجه. نفسيتي وصلت لواحد الحاله رهيبه بزاف. ملي كنتفكر داكشي اللي داروا فيا مرضوني لاقصى درجه. النفسيه ديالي خلاوني يعني في هاد الحال هادي، يعني مرضني زين نفسانيا عقليا تصوري، حتى ولدي مرضو بعد المرات حتى نعس ما كيدينيش بالليل. قوة المشاكل قوة هادشي هذا اللي مرضوني اختي مرضوني مرضني هاد السيد هذا. قلت لك اختي من بداية الحمل يعني من اللي الصراعات كبر من الاول، يعني في الاول يعني كان كيتثبت باش انه يدير داكشي اللي بغا. دابا هو في الاول انا ما كنتش، دابا هو في الاول ما كانش عارفني بانني حامله، وانا ما كنتش عارفه راسي حامله. يعني انا واحد تقريبا واحد شهرين ديال الحمل عاد عرفت راسي حامله، فهمتيني؟ يعني قبل منها كانوا دوك الصراعات قلت لك والمشاكل، يعني بدات الصراعات والمشاكل. انا كنت عاوتاني فواحد اللحظه في ديك الوقيته ديال الفتره ديال ديك الحمل انا ما عارفاش راسي حامله، كنت مريضة شي ايام صافي، غير باغا غير نجبدي نعس نرتاحي. يعني راه كتعرفي علاش ما درتيش هادي، علاش ما طيبتيش، علاش ما جمعتيش هادي، مال هادي، وتيبدا يضرب في الدنيا ويقلب كان كيستغل ديك الوقت، ديك الظرفيه ديال يعني راه بان انا راه زعما راني هامل البيت ديالي، وزعما راني من بعد منها هذيك الوقيته. ربما هو كان انا ما كنتش عارفه النيه ديالو، هما كان كيفكر في الطلاق، وكان كيفكر في ما عرفتش يعني. وقلت لك يعني وصلت به الدرجه ديال الصراعات انا ويا في الصراعات، يعني خلى لي البوطه مشعوله، الكاز خلاه كيصرخ. انا ولدي باقي صغير ناعسين في البيت ناض مع الصباح، حل البوطه وزاد، حيت بالبوطه عندي ديك كتعرفي دوك سميتو الا ما حليتيهاش ما تحلش، يعني ديال حلها وخلاها محلوله وزاد. نط كنلقى الدنيا عامره بالغاز مده ديال ساعتين، يعني انت في ديك الفتره كان يلاه بادي عندك الحمل، يلاه بادي عندي الحمل وانا ما عارفاش راسي رحم، وعندي وليد صغير وناعسين. ونط مع ديك العشره كنلقى الدنيا عامره بالغاز وعامره عامره صافي تتخنقنا. انا اللي خلاني نوض هي ديك الاختناق اللي بديت كنختنق وتنقول هاد الريحه منين جايه، ما عارفاش انا راه بان الغاز كيتسرب في الدار. الحمد لله كان عندي واحد الكولوار كيخرج داك الغاز من الكوزينه تيخرجها، يعني كون ما كانش داك الكولوار كنا راه متنا اصلا، كنا راه قتلنا. وغايقول لهم يمكن ناض ولدها كيلعب في الغاز، ولا ناض هي نسات الغاز وخلاته محلول مشات نعسات، ولا صافي ما كاينش شي اثبات ولا شي دليل اللي غادي يجعل بانه هو اللي خلى الغاز وزاد. من بعد منها ملي لقيت الغاز كيتسرب نط، بديت كنحل الشراجم وداكشي عيط له، قلت له كيفاش انت خليتي الغاز كيدوز وخليتي البوطه هذا وزدتي مع الطريق، ما شتينا حنا ناعسين، ما شتي هذا الولد ناعس، ما قلت له واش بغيتي تقتلنا يعني هي هكا. قال لي لا انا ما عرفتش واش خليت بصح البوطه مشعوله، واش هذه اللي كيستهزئ بيك بدا كي هذا، ويقول لي صافي ملي يعني ملي فلتي زعما راه نتي لقيتي الغاز هذا وسديتي سيري حلي الشراجم وحلي هذا وصافي. صافي انا قطعت من بعد منها صافي، بديت كتهوى عندي الدار، مشيت حاجه كتنراد وداكشي مع الحمل انا ما عارفاش راسي حامله. بداو عاوتاني المشاكل وداكشي ودوك الصراعات ديال علاش ما درتيش هادي وعلاش ما هذا وعلاش ما، فهمتي داك الاحتكاك في الدار بزاف على ابسط حاجه، تيبدا يغوت ويبدا تيبدا يجبد معاك نقاشات ويبدا فهمتي، وكيبدا يسجل كيبدا يجبد معاك المشاكل ويجلس يسجل فيك، كيسجل ويسجل الدار ويصور وهادي وراها دايره، وبدا يصيفط للعائله وشوفوا هادي، يعني بحال كيتثبت عليك زعما راه حتى الدرجه تيوصل حتى للعائله ديالو ديالي وكلشي باش يشوهني، يعني تيصور البيت ديالي وتيصورني انا وتيصيفط للناس والعائله ديالي وعائلته، كلشي تيصيفط لهم، كلشي تيشوهني معاه، ما خلاني حتى مع شي واحد مزيانه، يعني الصراحه شوهني لاقصى درجه.
صافي يعني كل شيء كي هذا، ويبدا يتصل بالوالد ديالي وبدا يتعاير معاه ويبدا والوالده ديالي وصل حتى الوالدين ديالي، وما خلاش ما خلاش حتى الاحترام ما بينه وبين داك الاب ديالي. اش بينه وبين مع بابا؟ بابا ما دار فيه غير الخير. تصوري بابا جا من طنطان حتى المكناس لوقيته اللي كنا غادي نجيو نرحلو هنايا، وهز معاه الرحيل وعاونه وقف وضرب تماره معاه وخلص المازوط وخلص كل شيء، وجا لهنايا وقف معاه وقلب له على الكرا وكرينا وكل شيء. وفي الاخر الليله اللي غنباتوا في هذيك الدار وغيباتوا معايا والديا، مشى جاب لهم البوليس وجا. اقسم بالله العلي العظيم الا جاب لهم البوليس وجا. وجاو دوك البوليس ملي هبط بابا عنده هبط عندهم، قال له ودي زعما شنو المشكل وداك الشيء وهذا، قال له ودي راه غير يعني المشاكل العائليه وداك الشيء وهذا. بسم الله بدا كيهضر معاه. ديك الليله هز بابا الطوموبيل وهز ماما وهبطوا للصحراء، مشاو بقوه ديك الفقصه داروا قصيده في قلميم، داروا قصيده في قلميم صافي، والحمد لله خرج داك الشيء على خير وبخير صافي، وكملوا عاوتاني بقوه ديك الفقصه ديال داك الشيء اللي دار لهم. يعني السيد جا من طنطان وتعاون معاه وشحال هو وشهرين جالس معاه وخسر الفلوس وهادي، وجا حتى لهنايا وقلب العلال الكرا وكرا لينا وهادي وكل شيء، وفي الاخر تنوض انت ديك الليله اعجب لي البوليس حتى للدار. ومع ذلك صبرنا وقلت نصبر، وانا حامله عندي الوليد الاول، حامله به ديك الوقت مازال ما ولدتش. النفسيه ديالي اختي مدمره لاقصى درجه، نفسيتي وصلوني لواحد الحاله رهيبه بزاف. ملي كنتفكر داك الشيء اللي داروا فيا مرضوني لاقصى درجه. النفسيه ديالي خلاوني يعني في هاد الحال هادي، يعني مرضني زين نفسانيا عقليا تصوري، حتى ولدي مرضو بعد المرات حتى النعاس ما كيدينيش بالليل، قوه المشاكل قوه هاد الشيء هذا اللي مرضوني يا اختي مرضوني مرضني هاد السيد هذا. واش ايمان كانت كتظن انها غتوصل لهاد النهار؟ عمر ما كنت كنظن غنوصل لهاد النهار. عمر انا كنت داوني صغيره ما عارفاش، وداوني من واحد البلاد اللي اصلا هي الناس هم ببساطة احنا ببساطة وعايشين على قد الحال، وغير ما عمر ما كنت كنظن غندوز لهاد الحي 4 سنين ديال الجواج دوزت فيها بحال دوزت فيها 40 عام ولا اكثر، دوزت فيها المعاناة اللي ما تقبلهم حتى شي، بحال شي سيناريو كيبان لك بحال شي فيلم ديال الرعب تيبان لك. دوزتها انا في هاد 4 سنين مع هاد الانسان، ومع ذلك صبرت وتنقول ماشي مشكل، عندي هاد الولد وهاد فين غندي وفين غنمشي. يعني انا يا بقوه النقطه ديال الضعف ديالي اللي عارفني ما عنديش فين غادي نهز ولدي ونديه، دار فيا هادشي كامل. وديك من ديك نقطه الضعف كيشدك؟ ديك النقطة ديال الضعف، عارف والديا بوسطاء مساكن وما عندهمش يعني على قد الحال، يعني حتى الوالدين ديالي مراضي، عندي واحد عندي بابا مسكين مريض بالظهر ديالو وعنده سياتيك وفيه السكر، وراجل كبير وزيد عليها حتى الوالدة ديالي فيها السكر وفيها الأعصاب وفيها، يعني عندي الوالدين ديالي مراضين، وعندي تبارك الله 5 ديال الخوت عايشين مع والديا، يعني فهمتي يعني يلاه كيتكافاو غير مع خوتي وداك الشيء وهذا، وغادي نمشي نزيدهم حتى انا وغادي نزيدهم حتى بولادي. يعني شاف داك النقطه ديال الضعف ديالي زعما ديال هاد زعما انا اللي كاين عندك، يا انا ندير لك ونفعل لك ونترك لك، يا اللوحه كون شر داك انت ولدك صافي. يعني دابا حتى من مور الطلاق باقي كتعرض للتهديد؟ بزاف كنتعرض للتهديد حتى مور الطلاق، كيجي لهنايا كيبقى يتصنت عليا كيبقى يتجسس شنو كندير شنو مع من كنهضر شكون اللي معايا في الدار شكون اللي كيبقى يعني 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 كيجي كي ومن بعد منها تيبدي يصيفط لي في الميساجات في الواتساب في التليفون، عندي كلشي، ها شنو قلتي هاش مع من كتهضري هاش بالاستفزاز. اقسم بالله اختي ها هما الميساجات كاينين، انا نوريك تشوفي وتقراي بعينك. دابا هاد الانسان هاد الشخص اللي هو الزوج ديالك سابقا واش ما عرفتش اختي الا كان هو مريض حمق نفسي ولا ما عرفتش، انا مرضني بصراحه انا مرضني بصراحه اقسم بالله اختي لها هما الميساجات، ونوريك تقراي بودنك تقراي بعينك وتشوفي، يعني غادي ديك ملي تقراي الميساجات تحكمي، غتعرفي بان هاد الانسان هذا راه كاين
وكيتسنط عليك وتيجاوبك ديك تصوري ديك اللحظه كيجاوب. انا كنهضر مع ماما هو تيجاوبني في نفس اللحظه اللي كنهضر مع ماما فيها كيجاوبني بالميساجات. يعني وصلني لواحد الحاله ديال بحال بغى يحمقني. وتيقول لي انا راه كاين عند الناس الفوق. ملي طلعت عند الناس الفوق تندق عليهم تنقول لهم هذا السيد عندك، تيقول لك لا راه ماشي عندنا، حنا راه ما دخلناش، حنا راه ما عندناش. ملي خرجت ملي خرجت كنحل الباب وكنطل وكنشوف وكنقول واش هاد السيد كاين هنايا، ما كيبان لي حتى شي حاجه، ما كيبان ليش كاع. وكيصيفط ليا كيجاوبني على الهضره ديالي اللي كنكون كنهضر في الدار، تيجاوبني هو في الميساجات. يعني بغي لاجيني هذا، بغي يحمق، فهمتي؟ يعني قلت لك العنف باي حاجه تخيلتيها تعرضت ليها، تعرضت لجميع. ما كايناش شي حاجه اللي ما دارهاش، ما كايناش شي حاجه اللي ما تعنفش عليا بها. مازال ومازال كيدير وتيقول لي مازال نوريك، ومازال نوريك الوجه الاخر. يعني مازال ما ورانيش الوجه الاخر، هادشي مازال ما ورانيش الوجه الاخر. انا غنوريك الوجه الاخر، ها هي في الميساجات عندي. والله الا في الميساجات، ما نعرف، عطيني التليفون في الميساجات كيقول لي انا نوريك الوجه الاخر وغادي هذا. عطيني التليفون في الميساجات، يعني بهالطريقه هذه. ما عرفتش انا هاد السيد الا كان مريض، انا قلتها له، قلت له شوف الا كنتي مريض نفساني ولا شي حاجه ما فيها عيب، الانسان يمشي طبيب نفساني، يمشي يدير، يمشي يدوز، يمشي يشوف. كيقول لي انا مازال يعني انا مازال في 10 ديال الاطباء اللي نقدر نداوي المغرب كامل. ها هما اختي بالميساجات بكل شيء. يعني ما عرفتش هاد السيد وصلني لواحد الحاله اللي ما عييت من شنو تقولي لي من هاد المنبر هذا؟ هو كيشوف فيك شنو تقولي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. الله اللي غياخذ فيه العاق، ربي اللي غادي يفرجني فيه نار وغادي ياخذ لي عاقي منه، حيت ربي اللي قد على هذا الانسان، ما غيقد عليه حتى واحد. انا ما قديتش عليه. انا عييت، انا بغيت غير صوتي يوصل، انا بغيت غير صوتي يوصل، انا بغيت غير المسؤولين والناس واللي واقفين على يعني الجمعيات وداك الشيء اللي كيسهروا على هاد المشاكل ديال هاد الاسره وهاد، يعني يوصل الصوت ديالي ليهم. لان انا كنعيش في واحد المعاناه اللي خايبه، مرضني نفسانيا بصراحه، ما نكذبش عليك. هاك الشيء الحاله ديالي ملي كنبدا نجبد دوك المواضيع ونجلس نهضر عليهم وداك الشيء، تنبدا كنبقى نتحدي بوحدي، مرضني نفسانيا، حمقني في الدماغ ديالي. صافي، يعني ما هضرني وانا حامله، ما هضرني ودوزت معاه، زعما دوزت معاه العذاب، زعما دوزت معاه، يعني صبرت معاه، تكرفص، قلت ماشي مشكل، قلت نصبر على داري، على ولادي، نصبر عليه، ماشي مشكل، زعما صبرت معاه لأقصى درجة، وأنا صبرت معاه وتكرفصت معاه وديه في هاد الحالة. ربي يجازيك. حنا داكشي اللي طالبين الجزاء ديالنا عند الله، الحمد لله، ولأني أنا صبرت معاك ووقفت معاك وعانيت معاك ودوزت معاك المشاكل ودوزت معاك المعاناه، يعني فاش كنتي انت محتاج ليا لقيتيني، وانا دابا اللي محتاجه ليك ما لقيتكش، غير كرفصتيني وعذبتيني وتقهرتيني وتعديتي عليا وتعديتي عليا بجميع الطرق، كتجي تعدى عليا وتمشي للقانون ودير داكشي اللي بغيتي وكيقولي لا تقصريش، سيري فيما بغيتي تمشي وجري جهدك، يلا ما عندكي ما تصوري، ما عندي، جري جهدك ديري اللي بغيتي. وفعلا مشيت وجريت وما خليت ما درت حتى صوت، ما حتى واحد ما كيتصنت لي، حتى واحد ما كيسمعني. صافي وليت كنلقى راسي انني كنبيع الحوايج ديالي، فلوسي كتضيع غير في الترونسبور، كتضيع غير في سيرواجي، كتضيع غير في هذا. صافي وليت صافي ما بقى عندي لا جهد لا قوه لا قدره لا حتى شي حاجه، لا باش نخسر الفلوس على الترونسبور ودخل هنا ودق البيبان وداكشي، ولا باش صافي وليت كنقول اللهم انا يا مريحه كناكل طريف ديال الخبز بهذا الشيء اللي عندي واللي قسم لي الله، ولا نبقى كغدا وكنخسر هاد الفلوس هادو. صافي حتى ما بقى عندي والو، حتى الفراش ديالي بسببه بعته، حتى داك الشيء
اللي كان يعني عندي وداكشي اللي يعني غادي بعتو صافي، ما بقى عندي ما بقى عندي جهد لا باش نجري ولا باش ندق بيبان ولا باش نشد طاكسيات ولا باش تصوري حتى الطبيب اللي خصني نمشي ندير تحاليل وندير ليكوغرافي وندير. انا لحد الان حامله ما عارفاش حتى باش حامله، تحاليل ما دايراهمش، ما دايره لا تحاليل لا فيتامينات لا دواء لا حتى شي حاجه، ما عندي حتى حاجه. الطلب ديالي الاخير اختي، انا كنعاود نقولها وكنناشد جمعيات، وانا كنناشد جمعيه ديال حقوق الانسان، بغيتهم يعاودوا لي اعاده النظر في هذا الشيء اللي دار لي في المحكمه، واعاده النظر في هذا الشيء اللي وقع لي انا. شي حاجه فيها الخلل، شي حاجه عندي فيها الخلل. يعني هذا السيد هذا تكرفس عليا يعني بجميع الطرق، وانايا ما خديتش الحق ديالي، انا ما تعطانيش الحق ديالي وما تعطانيش حتى ندافع. الوكيل فيه كرفسني، والله الا كرفسني، انا عارفه اني ما عارفه لا قانون ما عارفه حتى شي حاجه، زعما صافي فهمتي، ما عمر ما وصلت لهاد الحال هادي ديال القانون وهذا الشيء ديال هو اصلا ضيجه كنعيش في هذا الشيء ما بين كامل التعاد في اعاده النظر. هذا الشيء راه بزاف، انا راه كرفسني هاد السيد وتعدى عليا